مع بعض جبل. أول حاجة محتاجينها نجيب صلصلايه بني، وكمان صلصلايه بني غامق، وكمان صلصلايه خضراء. ودلوقتي يلا بينا. أول خطوة ناخد الصلصلايه البني كده، أيوة، وناخد منها حتة ونكون كون 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 كون، ونعمل كورة كده، وحتة كمان، وبرضو نكون كون 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 كون، ونحطها جنبها، وكمان ناخد حتة تاني ونكون كون كون كون، ونلزقهم في بعض كده، وناخد حتة تاني ونفضل نكون ونحطها معي، ونفضل نكور كده بكل الأحجام، ونحطهم كده فوق بعض من غير ترتيب. نكور 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 وطك. تاني خطوة بقى ناخد الصلصلاية البني الغامق، ونكور نكور نكور نكور، ونلزقها مع الجبل بتاعنا، وناخد صلصلاية تاني ونكور نكور نكور نكور، ونحطها معي تك، لغاية ما شكل الجبل بتاعنا يبقى حلو. تالت خطوة نجيب الصلصلاية الخضراء وناخد منها حتة كده ونبرمها ون 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 ون، ونعمل واحدة تاني كمان ون 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 ون، واحدة كمان ون 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 ون، ونلزقهم مع بعض كده، وبكده بقى عندنا زرعة صغننة، ونثبتها كده على الجبل، وناخد حتة كمان ونبرمها ون 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 ون، ونرفعها شوية، وناخد حتة تاني كمان. ونحطهم على الجبل من فوق كده مثلا، ونفضل يا صحابي نعمل زرع كده ونحطه على الجبل بتاعنا، وكده تمام خلصنا الجبل بتاعنا. شاطرين يا كل اصحابي، والجبل ده بيفكرنا بحد التجربة. يلا انتوا كمان اعملوا زي الجبل ده وابعتوه لنا.